بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل منها حيث شاء. اقرأ النبي صلى الله عليه وسلم واللي غير يدير الوضوء اللي يحسن الوضوء مزيان، يعني اللي يدير الوضوء مليح ويتقد جيك شغار وجوية اللي يدير الوضوء أمشى مش ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكمل وضوية ثم يعني وانس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اقرأ شجان إذا الناس هو أن الله سبحانه وتعالى يازم استورا الجنة الثمانية غادي يخضع فوقها في يخسى الزيتيات. الله أكبر. فالإنسان ما يقدر وضوء تتشاء يعني الذكرى في كون الوضوء باش إن شاء الله يفوز الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.